سيد الرئيس وسيدات السادة المستشارين المحترمين، غادي ناخذ هذا الوقت القليل اللي بقى ليا، يمكن ماشي كله، باش نحاول نجاوب على يعني بعض التساؤلات اللي جاوب بها سيدات السادة المستشارين اللي غنوا بها النقاش. اولا هو شامبوكا، وفعلا سيد المستشار يعني نقول لك بانه نهار الجمعه 23 يعني لي فونكسيونير غادي يكونوا تخلصوا ان شاء الله باش يقدروا يربحوا شويه ديال الوقت ديالهم باش يشوفوا العين ان شاء الله.